من الناحية النظرية ها ده نتكلم، لا تقول بأنه السيرة، قلنا بأن السيرة والارتكاز في كثير من الأحيان تأتي نتيجة ماذا؟ نتيجة آراء الفقهاء وإلى غير ذلك. الارتكاز كان قائما على نجاسة الكتاب قبل أن يقول الأعلام بالطهارة، والآن اطمئنوا بعد 20 سنة 50 سنة الارتكاز على طهارة ماذا؟ على طهارة الكتاب. لا قيمة لمثل هذه الارتكازات، هذه تابعة لآراء الناس على دين ملوكهم، الناس على دين مراجعهم. المراجع عندما يقولون بهذا عند ذلك يحصل هناك ارتكاز، فنتصور لقوة واستحكام ذلك الارتكاز أنه هذا موجود أين؟ في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل بعض الأحيان يترسخ الارتكاز إلى درجة نتصور أنه حكم عقلي، كما قال السيد الصدر في مسألة قبح العقاب بلا بيان، قال ارتكاز عقلائي، ولكن لترسخه وقوته تصور أنه حكم عقلي غير قابل للمناقشة. إذن مثل هذه الارتكازات هو يا أعزائي لا يكون منشأ أن الإنسان يضيع عليه الطريق والدليل. إذن البحث الأول أعزائي